بطولات الفتنس تشالنج مختلفة عن بطولات كمال الأجسام، وإيه هي القواعد التحكيمية ليها؟ طبعا بطولات الفتنس تشالنج مختلفة عن بطولات كمال الأجسام، وكمان طريقة اللعب واللبس فيها. الفتنس تشالنج ليها قواعد تحكيمية خاصة بيها جدا. زي ما اتفقنا، الفتنس تشالنج هي 6 تمارين مختلفة، كل تمرين عبارة عن دقيقتين وبينهم راحة دقيقتين، لكن خلال الدقيقتين بتوع اللعب يقدر اللاعب يرتاح ويكمل تمرينه وكله من وقته. طبعا اللاعب بيبدأ من التمرين الأول وبعدين بينتقل للتمرين اللي بعده، وبيكون في لاعب قبله بيدخل التمرين الأول، وهكذا بالتتابع. طبعا بيكون واقف في كل تمرين حكم بيعد التكرارات الصحيحة لكل لاعب، وكل لاعب لازم يركز جدا في التمرين بتاعه عشان يقدر يعمل أعلى سكور. كل لاعب بيكون معاه ورقة خاصة بيه، أول ما بيبدأ لعب أي تمرين بيسلمها للحكم اللي واقف على التمرين، وفي النهاية الحكم بيسجل له عدد التكرارات اللي عملها وبيمضي الحكم قصاد العداد اللي كتبها. بعدها بيروح يسلمها لرئيس الحكام عشان يكتب النتيجة على طول، وتتعرض أول بأول بعد كل تمرين. بعدها بيرجعها الحكم للاعب أو بيديها للحكم اللي بعده عشان تتعاد نفس الخطوات من تاني. طبعا النتيجة خلال فترة اللعب بتكون ظاهرة على الشاشة قدام الجميع، وظاهر كل عداتهم اللي بيعملوها، وده بيزود التنافس اكتر ما بين اللاعبين لانهم بيكونوا شايفين نتائج بعض. طبعا بعد ما اللاعب بيخلص الست تمارين بيبدأ ان هو يتابع نتائج باقي اللعيبة عشان من خلالها يقدر يعرف هو حصل على انهي مركز. لكن عاوز اقول لكم حاجة، مش شرط كل البطولات تتعمل بنفس الطريقة. في بطولات ممكن يتم فيها الإحصائية بعد ما اللاعب يخلص الست تمارين، وطبعا في الحالة دي اللاعب ما بيعرفش النتيجة بتاعته إلا في الآخر. في كمان بالنسبة للعب نفسه 3 مستويات تقدر تشارك فيها، المستوى الفضي والذهبي والبرونزي، وكل مستوى بيختلف عن التاني في التمارين، وانت كلاعب بتختار على حسب مستواك اللي يناسبك. طبعا تقدر تشارك فيهم سواء فردي او زوجي او فريق مكون من 6 افراد. الفردي بيلعب بالست محطات، والزوجي والفريق كله بيلعب الست محطات. الزوجي ممكن زوج وزوجة او 2 شباب اصحاب، يعني ممكن ولدين او بنتين تلعبوا في نفس التمرين خلال دقيقتين، وبيتم استكمال العدات الصحيحة مع بعض. والفريق المكون من 6 اشخاص، الفريق بيلعب الست محطات وبتتسجل نتيجة الفريق ككل، وبيتاخد منها اعلى العدات اللي عملها عشان ينافس الفريق اللي قدامه. اما منافسة الزوجي ما بينافسش فردي، الزوجي بيبقى في منافسة الزوجي، وهكذا الفردي والفريق. وبخصوص منافسة الفريق، ممكن يكون مكون من 3 سيدات و3 رجال او 4 رجال وبنتين، يعني ما فيش شرط محدد داخل الفريق. وكمان الفريق بيكون لوحده في الرامب، لان الست لاعبين بيلعبوا 6 تمارين، كل واحد بيلعب تمرينة مختلفة بالتتابع، وبعد ما بيخلصوا بيدخل التمرين اللي بعده. في نقطة مهمة عاوزاكم تعرفوها، ايه هو دور اللاعب او ايه المطلوب منه؟ اللاعب بينتظر دايما إشارة البدء من الحكم، وهيحاول انه يلعب اكتر عدد من التكرارات في التمرين الواحد، وهيتقبل اللاعب العدد اللي هيشوفه الحكم انه صحيح، هيتبع توجيهات الحكم في بدء التمرين او انتهائه او انه ينقله للتمرين اللي بعده، وهيلتزم بتسليم ورقة التحكيم اللي كانت معاه وبيسلمها في كل محطة، وده عشان يتم التوقيع عليها وتسجيلها. وبعد كده هيطلع من مكان المنافسة عشان يدي فرصة لباقي اللاعبين، ومن هنا بينتهي دور اللاعب. لكن الحكم كمان بيكون ليه دور خلال المنافسة، بيكون فيه 6 حكام ل6 تمارين، وكل واحد بيكون معاه ورقة وقلم، وبيكونوا لابسين الملابس الرسمية الخاصة بتحكيم الفيتنس تشالنج. بيعد الحكم تكرارات اللاعب وبتكون بصوت عالي عشان يسمعها اللاعب، وما بيعدش التكرارات اللي اتعملت بطريقة غلط،
بيكون مسؤول عن بدء التمرين أو انتهاء الوقت، وبيكون مع اللاعب في فترة الراحة وبيسلمه للمحطة اللي بعد كده لبدء التمرين. طبعا بيكون في رئيس حكام بيدير المنافسة أو التحدي ككل من بداية الوقت لانتهائه، ويقدر أن يوكل حكم تاني من اختياره ويكون مسؤول عن الجزئية دي، سواء الوقت الجزئي أو الكلي. وفي النهاية بيجمع ورق اللاعبين وبيوقع عليه وبيبعته للتسجيل، أو زي ما قلنا أن من البداية الحكام بيسلموا الورقة في فترة الراحة للإحصاء عشان اللعيبة تعرف النتيجة. Audio Jungle.